بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأحبة، أعزتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وألتقيكم في هذه التغطية الحية المباشرة والخاصة التي تأتيكم عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية للمجلس الذي يقام في مكتب سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره الشريف، والذي يقام بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثالثة لرحيل هذا العالم الجليل الذي أفنى سنين عمره في البحث والدراسة والمتابعة. السيد الحكيم الذي ولد في عام 1934 ونبغ منذ نعومة أظفاره، وذلك ما تلمسه جده لأمه سماحة السيد زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم، الذي تولى بداياته ورعايته وتعليمه والإشراف على دراسته. السيد الحكيم قدس سره بدأ دراسة العلوم الدينية في مسقط رأسه في النجف الأشرف كما ذكرت، على يد جده زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم قدس سره، كما تلمذ على يد جملة من العلماء الأعلام الأبرار الأجلاء، يأتي في مقدمتهم السيد الحكيم والسيد المرجع أبو القاسم الخوئي، وكذلك الشيخ حسين الحلي ووالده والد السيد الحكيم السيد محمد علي الحكيم. تميز سماحة السيد الحكيم بصفات عدة ميزته ربما عن سواه من الطلبة آنذاك، ربما تأتي في مقدمتها المثابرة العلمية. والميزة الأخرى التي تميز بها قدس سره حسن ظنه المطلق بالله تبارك وتعالى، وكذلك تفاعله مع ظلامات أهل البيت عليهم السلام، فكان دائما حريص على أن يقيم مجالس العزاء في أيام عاشوراء وفي سائر المناسبات الحسينية والدينية الأخرى، حتى خلال يعني حقبة يعني حكم الظالم للطغمة الصدامية البعثية، كان سماحة السيد قدس سره حريص على إقامة مجلس العزاء على جده الحسين، وحريص على قراءة المقتل بنفسه حتى ولو كان بوجود شخص واحد، وهذا ما ذكره حقيقة العديد من أبنائه والعديد من طلابه الذين تلمذوا على يدي سماحته. تعرض سماحة السيد الحكيم للعديد من الظلامات، ربما الأبرز منها هو تعرضه مع نخبة من السادة أسرة السادة آل الحكيم للسجن في منتصف الثمانينات، ومكث في السجن لقرابة 8 أعوام، واليوم تمر الذكرى الثالثة لرحيل هذا السيد الجليل والعالم الرباني السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. أيها الأحبة، بالتأكيد مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة، لكن الآن لنا عودة لهذه المشاهد الحية والمباشرة لمجلس العزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن أحياء عند ربهم
الرحيم. بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فانقلبوا
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا لهم عذاب مهين
طيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله على من يشاء وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. حياكم الله من جديد أيها الأحبة، ولا نزال مستمرون معكم وهذه التغطية المباشرة للمجلس الذي يقام استذكاراً لرحيل سماحة المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن حياة سماحة المرجع أعلى الله مقامه وغيرها من التفاصيل ينضم معي سماحة الشيخ فيصل العبادي أحد طلاب سماحة السيد المرجع قدس الله نفسه الزكية. سماحة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ضيفا كريما على قناة كربلاء الفضائية. الله يسلمكم يحفظكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد. حياكم الله مولانا الكريم. حديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء أبدا، وبالتأكيد رحيل سماحة المرجع الديني آية الله الحكيم يمثل بالتأكيد خسارة وثلمة كبيرة. حبذا لو تحدثنا وأنت أحد طلاب سماحة السيد، كيف كان يقضي يومه بالدرس؟ كيف كان يتحدث لطلابه؟ الميزات اللي كان يتميز بها على اعتبار حضرتك أحد طلاب سماحة السيد. الله يحفظكم إن شاء الله ويسلمكم. طبعا سماحة السيد رحمة الله عليه من نعومة أظفاره كان معروف عنه باهتمامه بالدرس والمطالعة والتدريس، إلى مرجعية السيد الحكيم الإمام الحكيم الإمام محسن الحكيم هم ما دخل في أمور إدارية أو مشاكل، بحيث كان مركز على درسه وعلى اهتمامات الدرسية، إلى أن صار في عمر مبكر حصل على مرتبة الاجتهاد، وهذا طبعا هم معلوم من طلابه من أساتذته من كان إلى الوضع العلمي، وهو شاب كان وضع العلمي معروف على المستوى حوزة النجف،
ومرحلة من حياته هي اللي دخل بيها في سجن الطاغية، تقريبا 8 سنين من 83 إلى سنة 91 تقريبا. هذه همات لعله فترة كانت من الفترات النافعة للمساجين اللي كانوا معاصرين سيد، كثير من عندهم التقينا بيهم وإخواننا وأعزائنا بعد أن خرجوا من السجن، كانوا ينقلون ما كانوا يستفيدون من سماحة السيد من توجيهات ومن تعليمات ومن تصبير على الوضع العام اللي كان وطبيعة الظلم اللي كان يحيط بيهم. بعد ذلك بعد 91 كان أكفد محطة حقيقية يعني كانت للنفع، حوزة النجف هي خروج السادة آل الحكيم من السجن في تلك الحقبة، لأنه مثل ما معلوم لديكم بعض الانتفاضة الشعبانية صار قتل وصار ترهيب وصار، فطلبت الحوزة عموما بين مسجون بين مقتول بين يعني هرب خارج العراق، فظل وضع الحوزة بالنجف يعني ما به هواي طلبة بالحقيقة. السادة آل الحكيم الله يحفظهم وسماحة المرجع رحمة الله عليه بعد أن طلع في هذه الفترة كان لهم الدور البارز في، لأنه عدد لا بأس به، فكان لهم الدور البارز في تدريس طلبة الحوزة العلمية، بحيث لعله أغلب الأساتذة اللي موجودين عندنا في حوزة النجف هم نتاج السادة آل الحكيم، لأنه في ذلك الوقت هم اللي صدوا للدرس بعد خروجهم من السجن، كانوا السادة هم خارجين من السجن، أما باقي الطلبة قلت لكم بين كان بين تهجير بين سجن بين اللي أعدم من عندهم بين اللي فقد وغير معلوم حاله، ولكن السادة كان لهم الدور الفاعل في هذه الفترة وفي هذه الحقبة. بعد السقوط هاي بعد استجفت حقبة جديدة. عذرا للمقاطعة، أنا وأثناء حديث كلامك يعني تبادر إلى ذهني حقيقة سؤالين. الأول حضرتك تحدثت عن الدور اللي كان يقوم به سماحة السيد في سجن الطاغية اللعين. أولا كيف كان يواجه هذه المشكلة اليوم شخص سجين في سجن ظالم طاغي ما عنده رأفة ولا عنده رحمة ويحاول أنه يوجه الناس ويصبر عليهم خصوصا المساجين اللي يشعرون بالمظلومية؟ والأمر الثاني تصدي يعني خلي أقول أنه ريادة الحوزة العلمية إلى حد ما إذا جاز للتعبير في فترة 91 ليش الحقبة اللي نتذكرها واللي يذكرها اللي عاشها والصعاب بعد الانتفاضة الشعبانية، كيف يعني قدر أنه يوازن بين الحالتين وسط كل هذيك المصاعب ووسط كل هذيك الظروف يعني اللي شديدة القسوة؟ طبعا هو اللي أنا أنقل لكم إياه هذا اللي سامحه أنا من السجناء اللي هم محيطين بسماحة السيد، بعضهم من الأقارب بعضهم من الغربة أصلا، بعض الأصدقاء من الموصل ومن ديالة ومن غير مكان اللي هم كانوا سجناء مع سماحة السيد. أولا سماحة السيد كان يعني داعيا بعمله مو بس بكلامه، هو من يشوفون طريقته وسمته والتزامه وصلاة هذا يترجم. المرحلة الثانية أنه تقريبا مرحلة 4 سنين كان أكو ضغط شديد جدا عليهم بحيث تعذيب مستمر كذا، ولكن بعد 4 سنين شوية فد نوع انفتاح صار بحيث فتحوا المواجهة، هم 4 سنين ماكو مواجهة، بعد 4 سنين من انفتحة المواجهة صار شوية أكو مجال، لأنه هو همات مثل اللي بحدود معينة، هو وقت اللي يقعدون بمكان وقت اللي يطلعون العصر المكان وقت الصلاة وقت كذا يصير فد نوع اختلاط على أساسه يشتقون من عنده تعاليمهم الشرعية الأخلاقية الدينية. ومو بس سيدهم كان خوته معلوم لديكم يعني هم السادة تقريبا 72 واحد هم اللي أخذوهم أو 72 أو 73 شخص اللي أخذوه أغلبهم طلبة حوزة علمية، فما كلهم كان بهذا الاختلاط اللي كانوا مسويه هو يكون فد نوع توعية وفد نوع دعم لعموم المؤمنين اللي هم يكونون محتاجين له مثل هذه التوعية. ماذا بعد 2003 حضرتك تحدثت؟ بعد 2003 انفتحت قضية هذا الوضع المنفتح. السيد رحمة الله عليه كثيرا ما لعله في كل لقاء صارت لقاءات مع المؤمنين كذا كان يلح ويصير على فت قضية، وهي أن يقولهم وقت اللي تدخل تصير بنعمة لابد أن نشكر هاي النعمة ولابد أن نحترم هاي النعمة حتى تدوم علينا. فكان دوره بعد 2003 دور توجيهي بشكل واضح وجلي من خلال اللقاءات اليومية اللي كانت تصير لعله باليوم لقاء أو لقاءين وحتى في بعض الأحيان يصير 3 لقاءات مع التزامه ومع زخمه. طبعا هو هم سماحة السيد معروف بترتيبه ومعروف بالمحافظة على وقت رحمة الله عليه، يعني أنا بالنسبة لي
من بداية مرجعية سماحة السيد، غير كوني أنه درست عنده بعدين، أنا كنت من موجودين بالمكتب حكم العلاقة اللي موجودة. سيد وقت قراءته محدود، وقت أكله محدود، وقت قعدته محدود، وقت ما عنده فد وقت يروح هباء. وقت اللي عندك وقت للكتابة، وقت للقراءة، وقت للنوم، وقت للقاء المؤمنين، وقت للصلاة، وقت كله مقسم، كل وقته مقسم بشكل محسوب ودقيق، بحيث يعني من الأمور اللي ما أدري واحد شلون يعبر عنها، أنه عند السيد مثلا قبل النوم الكتاب يمراسه، هاي من يريد ينام يفتح الكتاب فد 10 دقائق ربع ساعة يقرأ يسد الكتاب وينام. حتى هذا الوقت اللي هو عادة واحد يكون بيه فد وقت راحة أو كذا أو أفكار، السيد يقضي بالقراءة، يعني ما يهدر ولا حتى ثانية واحدة ولا حتى دقيقة. وهم من نشوف النتاج العلمي اللي عنده على مستوى الكتب، على عددها، على تنوعها. يعني السيد كاتب بالفقه، كاتب بالأصول، كاتب بالتاريخ، كاتب بالعقائد، كاتب كل هذه الموارد هو كاتب بيها، بخلال على أنه هو ويا الانشغالات وطبيعة الانشغالات اللي صارت خصوصا بعد السقوط، لأنه تدرون الوضع اللي صار وكثرة اللقاءات وكثرة المداولات وهكذا. أنا ممتن لجنابكم وشاكر لطفك وشاكر لكل ما تفضلتوا به، ممتن لجنابكم، أسأل الله لكم التوفيق بحق محمد وآل محمد، حياكم الله. طبعا بالتأكيد رحيل سماحة المرجع السيد الحكيم مثل خسارة كبيرة للدين، للمذهب بشكل عام، حتى أن الكثير من كلمات الحزن والرثاء قيلت في حقه من قبل مراجع النجف العظام، منهم سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله الوارف، الذي قال في جزء مما ذكر في البيان الصادر بعد رحيل سماحة السيد الحكيم قدس سره: تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني فقيه أهل البيت عليهم السلام آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم رضوان الله عليه. لقد خسرت الحوزة العلمية في النجف بفقده أحد أعلامها وفقهائها البارزين. طبعا كذلك هنا كان أيضا بيان لمكتب سماحة الشيخ الفياض، الذي أيضا قال: لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل فقي أهل البيت عليهم السلام آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم. وكذلك يعني رثاه جملة حقيقة من العلماء الأعلام كالمرجع الديني الشيخ بشير النجفي والشيخ الوحيد الخراساني والشيخ الأمين وغيرهم، وبالتالي بالتأكيد أن خسارة السيد الحكيم مثلت خسارة كبيرة للدين والمذهب. أيها الأحبة، بالتأكيد مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة على مدى الوقت القادم وعلى مدى الدقائق القادمة، لكن بعد عودة من جديد مرة أخرى لهذه المشاهد الحية لهذا المجلس المبارك. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد يا رحمن يا كريم. مشاهدينا الأحبة، أجدد لكم التحية والترحاب، ولا نزال مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة وأيضا للحديث أكثر عن حياة السيد رحمه الله. ينضم معي سماحة السيد علي الحكيم إمام مسجد السهلة المعظم وأحد تلامذة السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية. سماحة السيد حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم ضيف كريم علينا، وبالتأكيد أعظم الله لكم الأجر في هذه الذكرى الأليمة والحزينة على قلب كل مؤمن ومؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجرنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الحسين سلام الله عليه وإمامنا زين العابدين، والذكرى الثالثة لوفاة المرجع الراحل فقيه البيت سلام الله عليه سلام الله عليهم السيد محمد سعيد الحكيم. قد فقدنا سماحة السيد آية الله العظمى القامة العلمية الذي تتلمذنا على يديه، وقد تتلمذ على يديه أفاضل الطلبة الحوزة العلمية، لأنه قد مارس التدريس منذ بداية عمره الشريف، وقد تخرج على يديه مجموعة من الطلبة، وكان له يعني تلامذة كثيرين، لأنه أكمل دورتين أصوليتين ودورة بالفقه يعني قريب يكملها، وقد فاجأته المنية. وإحنا قد عاشرنا سماحة السيد من قبل الاعتقال وبعد الاعتقال وإلى مرجعيته المباركة، فسماحة السيد كان يمتاز منذ بداية حياته ونعومة أظفاره بالتميز العلمي والدقة العلمية ونبوغه بين أقرانه، حيث كان يتلمس منه أساتذته النبوغ العلمي في بواكير حياته، وقد امتاز بذلك بدقته العلمية وآثاره التي تركها، فقد طبع منها الكثير جدا على ما يربو 60 لعله مجلد، والباقي قيد الطبع إن شاء الله سيتم طبعه مرارا يعني إن شاء الله ملاحقا.
وترك آثارا واضحة على الساحة العلمية. كان له دور متميز في مرجعيته رحمة الله عليه بنشر المبلغين في جميع أرجاء العالم والتواصل مع الحواضر العالمية وإيصال فكر أهل البيت سلام الله عليهم ودور المرجعية ودور شيعة أهل البيت سلام الله عليهم وما جرى عليهم من الظلامات في التاريخ وما يساء الظن بحالهم. وقد حاول في كثير من الأماكن توضيح ما عليه شيعة أهل البيت من الاستقامة وحسن السوء ورفع هذه الشبهات التي كانت تسيء لشيعة أهل البيت بأنهم يمثلون الخط الإرهابي الذي كان يصوره البعض. كان له دور كبير جدا في نشر هذه الثقافة في العالم. أحسنتم. بما أنكم أحد طلاب سماحة السيد أعلى الله مقامه، بالتأكيد كل طالب عندما يتلمذ أو على يد أستاذه هناك مزايا معينة ربما لا يدركها ولا يفهمها إلا الطالب نفسه. إذا ما يعني حبيت أوجه لك سؤال، شنو الميزة اللي كان يتميز بها سماحة السيد في درسه؟ شنو الأمور المهمة اللي كان يركز عليها أكثر من غيرها؟ طبعا بعيدا بالتأكيد عن الجوانب الفقهية والعلمية بشكل عام بالحياة العامة. طبعا السيد كان يتميز بميزات عديدة جدا، أذكر أهم الميزات التي استفدتها منه كطالب بين يديه الكلمتين. الميزة الأولى الدقة العلمية في اختيار المطلب العلمي وعدم التسرع في الفتوى، وإنما يحيط بجميع جوانب الموضوع حتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل في الفتوى. الأمر الثاني احترامه للعلماء السابقين، إنما يتلقى رأيا من آراء العلماء يتلقاه بالتبجيل والتعظيم وإن خالفه بالرأي، ولكن يبدي احترامه الكبير جدا للأعلام السابقين ولما بذلوه من جهود، حتى ترى أنه في بداية حديثه يجل ذلك العالم وكأنه لا يريد أن يخالف رأيه، ولكن بعد ذلك أنه الأمانة العلمية تقتضي منه أن يناقش رأيه. فهذا كان تتلمسه في احترام العلماء. وأيضا ما تلمسنا منه الاستمرار والمواظبة على الدرس، كان رحمه الله لا يترك الدرس في أحنك الظروف. وأتذكر حينما حلت بالعراق محنة داعش لم يمتنع السيد عن الدرس وقال إن واجبنا كما أن هناك واجب في جبهات القتال هناك واجب علينا في الدرس، حتى في تلك الدرس لم ينقطع عن الدرس أبدا، وقال إحنا نثبت للعالم بأننا مصممون على هذا كما مصممون على جبهات القتال، فكما أنه إحنا نحمي الدين من ذلك الطريق نحمي الدين من هذا الطريق بمواصلة العلم والمذاكرة وحفظ الحقيقة وحفظ الدين وإيصاله للمكلفين. أحسنت. بما أنه اليوم نعيش الذكرى السنوية الثالثة وهذا المجلس الحسيني المبارك، أنا بحسب ما سمعت حقيقة من بعض أبناء سماحة السيد الله يحفظهم والعديد من طلابه حقيقة في أوقات مختلفة، أنه كان حريص جدا على إقامة مجلس العزاء حتى في أحلك الظروف، حتى لو كان هناك شخص واحد يكون موجود معه، حريص على أنه يقيم مجلس الحسين. ماذا تستذكر من تلك الفترة؟ طبعا السيد لا إشكال ريب كان جدا حريص على هذا الأمر. قبل الاعتقال كان يقيم المجالس دائما في بيته الكريم، وفي أثناء فترة الاعتقال حتى التي كانت في أشد الظروف الذي كان يقيم مجلسا يحكم بالإعدام، لم يتخلى السيد عن قراءة المقتل بنفسه الشريفة في تلك الظروف حتى لو بينه وبين نفسه، وأيضا بقي مستمرا على قراءة المقتل والعزاء الحسيني في بيته بعد خروجه من السجن، ولم يمنع نفسه من إقامة هذا العزاء هم أيضا في أشد الظروف. فكان يهتم جدا ويحث المؤمنين حثا شديدا على المواصلة الشعائر الحسينية وإقامتها وممارستها مع الناس، حتى أذكر في مرة من المرات أوصاني رحمه الله وصية خاصة في زيارة الأربعين، قال تمشي وأنت معمم ليشعر الناس بوجودك حتى لا يقال أن هذه الشعيرة يقوم بها عوام الناس، وإنما يقوم يوصل رسالة أننا نشارككم في العزاء نشارككم في هذه الشعائر. فكان يوصينا بأن نمشي إلى كربلاء بزيارة الأربعين أو نحضر مجالس الحسين بزينا حتى يميز أنه أهل العلم يشاركونهم في هذه الأمور وهذه الشعائر. أحسنتم. وتعضيدا لما ذكرتم سماحة السيد، حقيقة أنا شاركت في العديد من المرات اللي كان يخرج فيها سماحة السيد قدس الله نفسه الزكية خلال زيارة الأربعين سيرا على الأقدام، يشارك حشود المؤمنين وجموع المؤمنين في تأدية مراسيم هذه الشعيرة العظيمة. أنا ممتن لحضرتك وشاكر لك انضمامك. إن ما أذكر من عندك كلمة واحدة ختام هذا، احنا مقبلين على زيارة الأربعين، كان يوصينا كان يقول والله لو أتمكن أن أسير إلى كربلاء في زيارة الأربعين وتستمر مسيرتي شهرين
حتى لو شهرين وأسير يوميا خطوات حتى أكمل هذه المسيرة لقمت، ولكني لا أستطيع لأن كان معذور رجلة كانت رحمه الله تعيقه من العمل وكبر سني ووضعه العام، فكان يمشي خطوات معدودة في الطريق لمشاركة السائرين، وإلا كان يرغب أن يقوم بالمسيرة إلى كربلاء. هنيئا له ذلك الحب وذلك الولاء للإمام الحسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع محمد وآل محمد وأن يجعله مع محمد وآل محمد شفعاء لنا يوم القيامة بحق محمد وآل محمد. أيها الأحبة، هذه عودة من جديد وهذه المشاهد الحية لهذا المجلس المبارك الشريف. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله أولئك لهم أجرهم عند
إن الله سريع الحساب. يا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحتها الأنهار
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها ألم تر كيف ضرب لك ضرب الله مثلا كلمة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت Okay.
يضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمك الله كفرا
خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ